بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الجزء الأول من المحاضرة الرابعة. المحاضرة الرابعة المواقع Fluids. نتكلم في بداية المحاضرة عن الحالات الثلاثة للمادة، الحالات الثلاثة المعروفة للمادة. طبعا في حالات أخرى لكن مش مذكورة هنا. الحالات الثلاثة للمادة اللي نعرفوها من أيام الابتدائي أو أطوار المادة، كلمة phases or states يعني أطوار أو حالات المادة، هي الصلبة والسائلة والغازية. الفلويدز شن تشمل؟ تشمل السوائل والغازات. هذين اثنين يقولونهن إيش؟ يقولونهن موائع fluids. النقاط الثلاثة هذه تتكلم عن الحالات، كل وحدة بروحها، عن الحالة الصلبة بروحها والحالة السائلة بروحها والحالة الغازية بروحها، يعني مش واخذين الموائع مع بعضهم. فقط كمراجعة على الكلام اللي واخذينه من أيام المدرسة مش نتعودوا على لغة المذكرة. فالمادة الصلبة اللي هي عندها شكل محدد وعندها حجم محدد، fixed يعني ثابت، شكل ثابت، وشيب يعني شكل ثابت، وعندها fixed size حجم ثابت وما تغيرش شكلها ولا حجمها بسهولة. يعني لاحظوا هنا، يعني even if large force is applied، حتى لو طبقنا عليها قوة كبيرة على المواد الصلبة، it doesn't readily change in shape or volume، شكلها ما يتغيرش ولا حجمها يتغير، بالذات يعني على المستوى المنظور، نشوفوش نحن التغير بالعين. يعني الآن السائل ما عندهاش شكل محدد، doesn't maintain fixed shape، ياخذ شكل الإناء الموضوع فيه، هذه كلمة container يعني الإناء الموضوع فيه، لكن مشترك مع المادة الصلبة في حاجة، إنه هو إيش؟ إنه غير قابل للانضغاط. شو معنى غير قابل للانضغاط؟ يعني كثافته ما تغيرش. ايضا في ميزه واحده اخرى، ان الحجم بتاع السائل ممكن يتغير بشكل ملحوظ اذا كان اثرت عليه قوه كبيره. لاحظوا الجمله هذه، its volume can be changed significantly only by very large force، اذا كان اثرت عليه قوه كبيره جدا ممكن شكلها يتغير، عفوا مش شكلها، حجمها يتغير، يعني اصلا هي السوائل ما عندهاش شكل محدد. بالنسبه للغازات، لا عندها لا شكل محدد ثابت ولا عندها حجم ثابت، هي تنتشر او تملا الاناء الموضوعه فيه. الان جول النقطه 4.2، ايضا نتكلم عن خاصيه عامه اللي هي خاصيه الكثافه. هذا القانون بتاعها، الكثافه معروفه، الكتله على الحجم، هاي كلمه mass per unit volume، mass يعني كتله، per unit volume يعني لوحدة الحجم. القانون هذا يطبق على الحالات الثلاثة صلبة وسائلة وغازية، لكن فيما بعد حنحور القانون هذا، حيقعد أسهل بالنسبة لمن؟ بالنسبة للموائع. هو نفس القانون لكن حيقعد بصورة أسهل، يطبق على الموائع بشكل أبسط. طبعا نقدر نطبقه هذا يعني على الموائع وعلى المواد الصلبة، لكن لما ناخذه فيما بعد القانون الخاص بالموائع حيكون أسهل تطبيقه، أو بمعنى يعني الصورة اللي فيها القانون حتكون أسهل. متكلم هنا على خطأ شائع، يقول إن من الأخطاء الشائعة إن يقال إن الحديد أثقل من الخشب. It is sometimes said that iron is heavier than wood. الكلام هذا ما هوش صحيح علمياً، والدليل على ذلك أنا لو عندي جذع شجرة، معطي مثال هنا، حيكون أثقل من مسمار حديد، هي اللاج جذع الشجرة حيكون أثقل من الأيرون نيل. المفروض أن نحن نقوله أن الحديد هو أكثر كثافة من الخشب، denser يعني أكثر كثافة مش أثقل، بمعنى كثافته أكثر من الخشب. يعني خذينا قطعة صغيرة مكثفة وجزيئاتها ذراتها مترصة أكثر من الخشب. الكثافة تميز المواد عن بعضها، لكل مادة كثافة خاصة بها. يعني ممكن نفس المادة الذهب مثلا، خذينا قطعة صغيرة، كتلة صغيرة أو كتلة كبيرة، حجم صغير أو حجم كبير، تختلف كتلتها ويختلف حجمها، لكن كثافتها لا يمكن أن هي تختلف. الذهب له قيمة معينة، النحاس له قيمة معينة، الحديد له قيمة معينة، السوائل وأيضا
يعني حتى في السوائل وفي الغازات، مش بس في المواد الصلبة. الأشياء الأخرى اللي لازم تعرفوها، والنقطة اللي لازم تعرفوها، هي وحدات الكثافة. الوحدات العالمية للكثافة هي وحدة الكتلة على وحدة الحجم، اللي هي كيلوغرام على المتر المكعب. توجد وحدة أخرى اللي هي الجرام على السنتيمتر المكعب، لكن طبعا كوحدة عالمية مفروض الكتلة تكون بالكيلوغرام والحجم يكون بالمتر المكعب. ولكن بشكل عام يعني لو كنا مش وحدات عالمية، فالكتلة ممكن تكون بالجرام وهذه بالسنتيمتر المكعب. ولو احتاجنا ممكن نديروا عملية تحويل الوحدات، لأن كيف ما حكينا أن لكل مادة كثافة خاصة بها، ما هيش حفظ، لكن الجدول هنا يعطيني كثافات المواد سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية. هذا الجدول، هذه المواد الصلبة والسائلة والغازية. وتلاحظوا المواد الصلبة كثافتها أرقام أكبر من المواد السائلة، والمواد السائلة كثافتها أكبر من المواد الغازية. ناخذ مثال، هذا مثال مباشر. المثال يبدأ بكلمة What's the mass؟ شنو هي الكتلة؟ أوجد الكتلة لكرة من الحديد نصف قطرها، كلمة radius أنا نتبولها 18 سنتي، على حسب المعطيات والمطلوب. فإذا الكتلة رمزها M، وهذه ال R بعطيها بالسنتيمتر، فننتبه لازم في تحويل هنا. بس طبعا قبل التحويل لازم نعرف شنو القانون اللي نستخدمه. هي بصراحة المسألة يعني مباشرة جدا، لكن لو ما عرفناش القانون اللي حنطبقوه مش حنقدروا نحلوها. الكتلة ما عندهاش طبعا قانون خاص بها، هي موجودة في قانون التبادل الحراري، موجودة في قانون يعني الحرارة، موجودة في قانون الوزن، موجودة في قانون الكثافة. فواضح أن المسألة ما فيهاش لا تبادل حراري ولا أي شيء. المسألة عبارة عن كرة فقط، وعطاني نصف قطرها ومحدد لي نوعها وقال لي أوجد إيش، أوجد كتلتها. فإذا هنستخدم قانون الكثافة، لأن الكثافة فيها إيش، فيها كتلة. وعادة نحب نكتب القانون لما يكون فيه ثلاث كميات نكتبه فيه بشكل مثلث، يكون سهل يعني. المطلوب الآن الكتلة، إذا نضرب الكثافة في الحجم. الكثافة مش حفظ، حتاخذوها من الجدول أو يعطيها لكم في الامتحان مباشرة في المسألة. هنا موجودة في الجدول هذه قيمة الكثافة، طبعا بالكيلوغرام على المتر المكعب. إذا هذه الكثافة جبناها من الجدول. مازال لي إيش؟ مازال لي الحجم. الحجم معطيني نصف قطر الكرة، وعارفين إحنا حجم الكرة، حجم الكرة شنو يساوي؟ 4 على 3 باي ار تكعيب. طبعا هنا حنعوض تعويض مباشر، بس حولنا ال 18 سنتي حولناها الى متر، ضربنا في 10 ناقص 2 او يعني قسمنا على 100. نكتب بس الوحدات نتاع الحجم، بعدين نجي نطبق الكتله تساوي الكثافه في الحجم زي ما قلنا. هنا ضربنا الكثافه والحجم وحطينا الوحدات الكتله بالكيلوغرام. نجول لموضوع الضغط في الموائع، pressure in fluids. قبل ما ناخذ الضغط في الموائع هناخذ الضغط بشكل عام زي ما دارين هنا في المذكرة. الضغط شنو هو؟ حسب التعريف الضغط هو القوة لوحدة المساحة، هذه force per unit area. يعني نكتب القانون الرياضي هذا يلخص لي التعريف. ننتبه بس ان هنا القوة العمودية perpendicular، القوة العمودية على المساحة. ننتبه ان هذه القوة هي القيمة متاعها magnitude، لأن الضغط أصلا كمية قياسية، سكيلر، سكيلر يعني كمية قياسية. زي ما أنتم عارفين من قبل خذيتوا في الفيزياء كميات قياسية وكميات متجهة. الكميات المتجهة زي القوة، زي السرعة، زي العجلة. الكميات القياسية مثلا زي المسافة، زي الزمن، زي الكتلة. فالضغط من الكميات القياسية. مهم أيضا أن احنا نعرف وحدات الضغط. واضح أنا من القانون إن وحدات الضغط هي وحدات القوة على وحدات المساحة، يعني نيوتن على المتر المربع. هذه أحيانا نقول لها باسكال، يعني نقول نيوتن على المتر المربع أو اختصارا يسمى باسكال. هنعرفه فيما بعد وحدات أخرى للضغط. بس طبعا الوحدات هذه اللي هي نيوتن على المتر المربع واللي هي نفسها الباسكال هي الوحدات العالمية، اللي هي الاس اي، هذه الوحدات العالمية. نجول مثال هنا، مثال 4-2. شخص كتلته 60 كيلوغرام، مساحة قدميه 500 سنتيمتر مربع. مطلوب A determine، احسب الـ pressure الـ exerted المبذول من القدمين على الأرض. والمطلوب الثاني أوجد أيضا الضغط، كم حيكون الضغط، what will be the pressure إذا كان وقف على قدم واحدة، stands on one feet، يعني يبي الضغط اللي من ناتج من وقوفها على قدم واحدة على الأرض.
واضح في الجزئية بينه هو غير المساحة، كان وقف على رجلين قاعد وقف على رجل واحدة. هنا كتبنا المعطيات، الكتلة 60 كيلوغرام، رمزها M، انتبهوا للرموز والوحدات والقوانين. الكتلة رمزها M، المساحة رمزها A. طبعا واضح هنا ان المساحة بالسنتيمتر المربع لازم نحولها الى متر مربع لان مش بالوحدة العالمية. والمطلوب ايش؟ مطلوب الضغط، يعني هذه مطلوب ايه. هنا درنا عملية التحويل من سنتيمتر المربع الى المتر المربع، طبعا لان السنتيمتر 10^2، لأن سنتيمتر مربع فضربنا مرة أخرى في 10^2، أو ممكن نضربه في 10^4 مباشرة. الآن نكتب القانون، المطلوب هو الضغط، فكتبنا قانون الضغط، القوة على المساحة. القوة هذه من القدمين على الأرض، وجاية من وزن الشخص، فالإف القوة هي الوزن في الحالة هذه، كتلته 60، وجاية عجرة الجاذبية ثابت. والاي هذه المساحة اللي معطاة حولناها فقط، فهذا الناتج اللي حيطلع. الآن مطلوب بي هو الضغط أيضا، لكن لما المساحة قلت كانت 500 سنتيمتر مربع، أصبح على قدم واحدة، يعني حناخده نصها 250 ونديروا عملية التحويل. فلما نقسمه على يعني هنا 250 ونضربوها في 10^2 في 10^2، المساحة تقل، هيعطيني الرقم 24، تتضاعف، يعني المساحة قلت للنص، الضغط سيتضاعف. ليش؟ لأن التناسب عكسي، كل ما قل الضغط، عفوا كل ما قلت المساحة يزيد الضغط. طبعا هو تعويض مباشر في القانون، بس بتحطوا الاي يعني نص الخمسمية بعد التحويل تعوض، فتعطيني 24. أنا بس فسرت يعني ليش هذه 12 وهذه ضعفها 24، قلنا بسبب التناسب العكسي. إذا عرفنا أن القانون العام للضغط هو بي تساوي اف على اي. الآن بنجو للضغط داخل مائع، في عندي النقطة اللي عليها الأسهم هذه، بنعرف الضغط عليها كم، موجودة على عمق معين في إناء به مائع، به ماء مثلا، نعرف كم الضغط عليها. حنقرأ ملاحظات أولا. أول ملاحظة هي أن هذه النقطة يأثر عليها الماء، يأثر عليها الضغط من جميع الاتجاهات. ليش؟ لأن محيط بها الماء من جميع الاتجاهات، وبالتالي يؤثر عليها بضغط متساوي من جميع الاتجاهات. هذه الملاحظة الأولى، يحكي عن النقطة اللي قلنا عليها عمق معين. الآن الملاحظة الثانية، الضغط يسبب في قوة عمودية على أي جسم موجود داخله، على أي جسم يلمس السطح متاعه. إذن الضغط يسبب في قوة perpendicular عمودية على أي جسم يلمسه داخل المائع، هو يضغط حتى على جدران الإناء، ويضغط أيضا على قاع الإناء. إذا حنحدد نقطة على عمق H تحت سطح الماء، نعرف كم مقدار الضغط اللي عليها. لو جينا للرسمة هذه، هذه الرسمة اللي عندي هنا مكعب أو عندي حوض، نبي نعرف الضغط عند عمق H، وين النقطة اللي تقع عند العمق H؟ كل النقاط اللي على المساحة A هذينا موجودات على عمق H. فإذا لو خذينا أي نقطة هنا على هذه المساحة، حنلاحظوا أنها هي تقع تحت كمية من الماء، كمية من الماء وزنها mg. ونحن عارفين طبعا أن الوزن هو نوع من أنواع القوة. إذا النقطة اللي موجودة على المساحة A، أي نقطة موجودة على المساحة A يأثر عليها وزن mg، يأثر عليها قوة، قوة وزن، هي هذه اللي تسبب في الضغط. فلو عرفنا مقدار القوة هذه، نقدر نعرف مقدار الضغط، لأن الضغط يساوي القوة على المساحة. فنحن نبغى نعرف الإف كم تساوي، باش نقدر نعرف الضغط كم يساوي. أول حاجة حنحول الكتلة ونحط بدالها الكثافة في الحجم، لأن نحن عارفين أن الكتلة تساوي كثافة في الحجم. القانون هذا اللي نبدأ شوية تكلمنا عليه في بداية المحاضرة، أيضا هو عبارة الكتلة تساوي رو في في، حطيناها. وأيضا نقدر نديره تعويض آخر، بدل الحجم بدل الفي نحط المساحة في الارتفاع. ليش؟ لأن السائل ما عندهش شكل محدد، ما عندهش شكل محدد، ما عندهش مساحة محددة ولا ارتفاع محدد، هو ياخذ شكل الإناء الموضوع فيه. لذلك نحن حولنا الحجم وحطينا بدل المساحة والارتفاع. أي شكل هندسي، أي شكل هندسي مكعب أو متوازي مستطيلات، هيكون الحجم عبارة عن المساحة مضروبة الارتفاع. إذا نأكد على الكلام هذا، هذه الرو كيف ما هي كتبناها،
بس حولنا الحجم وحطينا بداله المساحة في الارتفاع. إذا أصبح عندي القوة اللي هي بدل ام جي، هنقول رو اي اتش في جي، ونعوض بها هنا هذه القوة نحط بدلها رو اي اتش في جي، والاي اللي في المقام هاي كيف ما هي قاعدة هنا. إذا عندي اي في المقام واي في البسط، هذا ما بنحذفه، ويتبقى من المعادلة رو الكثافة و اتش و جي، بس نرتبوها هنا تقعد بي تساوي رو جي اتش. الآن اللي يهمني هي النتيجة، أن الضغط في داخل مائع عند نقطة على عمق اتش هو رو جي اتش. يبدأ هذا قانون عام افعلي اي، لكن لما نتكلموا على الموائع يفضل هذا القانون. فقط بمعرفة عمق النقطة وكثافة المائع نقدر نعرف الضغط. طبعا الضغط عند هذه النقطة اللي موجودة على عمق اتش. إذا هذا القانون مهم جدا، الضغط عند أي نقطة داخل مائع بهذا الشكل. يعني لو شخص موجود في عمق معين داخل حوض به ماء، هو يتعرض لضغط مقداره رو جي اتش. كل ما يكون في عمق أكبر، كل ما يتعرض لضغط أكبر. في تناسب طردي هنا ما بين من ومن، ما بين البي وما بين الاتش. أيضا تناسب طردي ما بين البي وما بين الرو. كل ما كانت كثافة المائع كبيرة، كل ما كان الضغط كبير. وهذه الملاحظة اللي مكتوبة هنا، إن البريشر هو directly proportional، يعني يتناسب طرديا مع density ومع الدبث اللي هو العمق. الآن اللي بنديروه بنعرفوا الفرق في الضغط بين نقطتين على عمقين مختلفين. يعني مثلا أنا عندي الإناء اللي باللون الأخضر هذا، ومليناه بالمية، وحددنا نقطتين، مثلا النقطة اللي باللون الأسود والنقطة اللي باللون الأحمر، نعرف الضغط عند كل من النقطتين هذين. هو نفس المائع، فإذا الاختلاف فقط في العمق أو الارتفاع. عادة العمق نسمو فيه H والارتفاع نسمو فيه Y. هذا العمق اللي هو H. العمق يكون بالنسبة للسطح العلوي للماء، يعني النقطة هذه هذا عمقها بالنسبة للسطح العلوي، لكن ارتفاعها بالنسبة للقاع، يعني بالنسبة للسطح السفلي. الآن لو سمينا النقطة هذه إن هي النقطة واحد، وسمينا النقطة اللي باللون الأسود هي النقطة اثنين، واضح أن النقطة اثنين تقع على عمق أكبر، وبالتالي الضغط عندها أكبر. لأن حسب القانون هذا النقطة بي واحد هيكون الضغط متاعها اللي هو رو جي اتش واحد، والنقطة أيضا باثنين حيكون الضغط عندها رو جي اتش اثنين. يعني الفرق بينهم طرح عادي، يعني شن حيعطيني؟ حيعطيني باثنين ناقص بي واحد، ناخذ رو جي العامل المشترك، وتجد اتش اثنين ناقص اتش واحد. واضح هنا ان الفرق كمية موجبة، لان بي اثنين اكبر من بي واحد، هي قاعدة في عمق اكبر، واتش اثنين اكبر من اتش واحد. لكن لو عكسنا، لو نقصنا بي واحد ناقص بي اثنين بالشكل هذا، فتعطيني سالب، لأن بي واحد أقل من بي اثنين، يعني ضغط النقطة الأولى أقل من ضغط النقطة الثانية، يعني تقع على عمق أقل. هذا بالنسبة للعمق. لو خذيناها بالنسبة للارتفاع، بالنسبة لقاع الإناء، حيكون العكس. يعني مثلا النقطة الآن اللي باللون الأسود ارتفاعها أقل من النقطة اللي باللون الأحمر. هنعاود النقطة هذه، يعني النقطة اللي باللون الأسود ارتفاعها أقل من النقطة اللي باللون الأحمر، بمعنى أن النقطة هذه اللي علي عمق كبير، اللي ضغطها كبير، ارتفاعها بالنسبة لقاع الإناء صغير، والنقطة هذه اللي ارتفاعها يعني اللي عمقها قليل، حيكون ارتفاعها بالنسبة للقاع حيكون أكثر. يعني لما جونا نقصوا هنا هذه النقطة اللي ضغطها كبير ارتفاعها قليل، هذه اللي ضغطها قليل ارتفاعها كبير. يعني لما ناخذ فرق الضغط بالنسبة للواي، اهو هذا الفرق، هذا الفرق بالشكل هذا. لازم نحطه هنا إشارة سالب. ليش إشارة السالب؟ لأن واي اثنين أقل من واي واحد هتعطيني سالب، ونحن نعرف أن الضغط هنا لازم يكون موجب،
لأن بي 2 أكبر من بي 1، فهذه إشارة سالبة نحطها هنا سالبة، إشارة ثانية سالبة باش تلغيها. طبعا أنتم مش ملزمين يعني تحطوها بالواي وتحطوها بالإتش، دائما استخدموا القانون بالنسبة للإتش أسهل. لكن ليش أنا شرحتها؟ عشان نستنتج القانون هذا، مش ما تدخش فيها كيف واي 2 ناقص واي 1 اللي هو القانون هذا. لاحظوا لما دار بي 2 ناقص بي 1 بالنسبة للواي حيدير، لو استخدم الواي يعني الارتفاع بالنسبة للقاع حيستخدم إشارة السالب، لكن لو استخدم العمق حيستخدم عادي ما فيش إشارة سالب هنا، لأن معروفة اللي ضغطها أكبر عمقها أكبر. بينما العكس هنا اللي ارتفاعها أكبر هي اللي ضغطها أقل. هذه فقط كقاعدة، نحن تو حنستنتج القانون هذا بطريقة حنخلوها بسيطة. الطريقة هذه طريقة التفاضل، لكن حنحاول نخليها أبسط ما يكون. يقول هنا لو كان عندي سلاب يعني شريحة، هذه الشريحة هي اللي سمكها قليل، سمكها دلتا واي. لاحظوا الشريحة عندها سطح سفلي وعندها سطح علوي، هذا السطح السفلي وهذا السطح العلوي. السطح السفلي ارتفاعها واي، والسطح العلوي ارتفاعه واي زايد دلتا واي، زايد مسافة صغيرة يعني مرتفع عن السطح السفلي بحاجة بسيطة، مقدارها دلتا واي. حنوضح بس هنا مصطلحات زي كلمة upward يعني للأعلى، ضغط يؤثر إلى الأعلى على الشريحة السفلية، وهذه downward الضغط يؤثر إلى الأسفل على الشريحة العلوية على top surface بتاع السلاب اللي عندي. هذه فقط يعني كمصطلحات. الآن فقط نبي نطبق قانون الاتزان، هذه الإيكوليبريم، نطبق قانون الاتزان لأن الشريحة هذه موجودة في حالة اتزان، يعني لا قاعدة تنزل إلى الأسفل ولا قاعدة تتحرك إلى الأعلى، قاعدة في مكانها. كم في عليها قوة؟ هي في عليها ثلاث قوة، قوة جاية من الضغط اللي فوق هذا، لأن الضغط طبعا في يسبب في قوة عمودية، حكيناها في الملاحظات. الضغط هذا أيضا يسبب في قوة عمودية، وفي عندي قوة بسبب الوزن، بسبب الوزن كمية الماء هذه. يبدأ في عندي أنا ثلاث قوى، في اثنين إلى الأسفل اللي هي القوة اللي جاية من الضغط هذا اللي على الشريحة العلوية أو السهم إلى الأسفل، وقوة الوزن اللي هي دلتا أو دي أف جي، وعندي قوة واحدة إلى الأعلى اللي هي القوة اللي جاية من الضغط بي أي، عفوا القوة اللي جاية من الضغط بي، لأن بي أي يعني مع بعضهم لما نضربهم تعطيني القوة. احنا عارفين من قبل ان اي قوة الى الاسفل نحطوها بالسالب، اي قوة الى الاعلى نحطوها بالموجب، فهذا اللي حنديره. بس فجينا هنا في الصفحة اللي بعدها، القوة هذه بي اي اللي جاية من الضغط الاول موجبة، ما فيش اشارة طبعا تنحط على اليسار لان هي اول حد. بعدها ثاني حد، الحد الثاني اللي هو هذا السالب، أو هذا سالب ليش؟ لأنه إلى الأسفل، قوة جاية إلى الأسفل، خذينا الضغط ضربناه في الأي. بعدها القوة اللي جاية من الوزن اللي هي هذه أيضا إلى الأسفل، هنعرفوا هي كانت دي اف كيف قعدت بالشكل هذا، أو رجعت الصفحة اللي قبلها، هذه دي اف حطينا هذه هي قوة وزن إذا الكتلة في العجلة، بس طبعا الكتلة سميناها دي ام لأن كتلة صغيرة، وهذه دي اف حطينا بدل الكتلة الكثافة في الحجم، أو هذه الكثافة وهذا الحجم، لحظة حنشير عليها أكثر. هذه الكتلة تكون الكثافة مضروبة في الحجم دي في لأن هي دي ام، وهذه الجي كيف ما هي، فأصبحت بهذا الشكل بالطريقة هذه، نفسها هي الرو هي نفس ما هي، الجي كيف ما هي، حولنا بس الفي وحطينا بدلها المساحة مضروبة في الارتفاع، هذا الارتفاع وهذا هذا الارتفاع، لو هذه يعني الشكل متاعها متوازي مستطيلات مثلا. فإذا نحن بس نحط بدل دي اف هنحط بدلها رو جي اي دي واي اللي هي هذه بالضبط. فقط حندير عملية رياضية، نوزعوا الاي هذه جوا هنا داخل القوس، فتعطيني هذه المعادلة اللي هي المعادلة هذه اهي. نقلنا طبعا نقلنا الجزئية هذه إلى الطرف الآخر بعكس الإشارة، نقلناها إلى الطرف الآخر بعكس الإشارة، هي كانت سالبة أصبحت موجبة، هي أصبحت هنا يعني. في عندنا هذه بي اي وهذه سالب بي اي تنحذف مع بعضها، واللي تبقى هما الحدين هذين فقط، فحنقسمه فقط على دلتا واي للطرفين،
هذه الدلتا واي حنقسم عليها هنا، فتكون المعادلة الجديدة هي هذه. طبعا بس هنا في خطأ مطبعي، في هنا البي حطفوها ما فيش بي هنا، دي بي على دي واي تساوي سالب رو في جي، هذا تفاضل دي بي على دي واي زي ما كنتوا تاخذوا فيه في الثانوية، دل صاد على دل سين تقريبا حاجة هكي. هنديروا بس عملية تكامل، يعني نقلنا الدي واي للطرف الآخر قبل التكامل، طبعا خذينا هذه وضربناها في الجهة الثانية لأنها مقسومة فضربنا في الجهة الثانية، أصبحت عندي بهذا الشكل، هي هي نفسها هذه، هذه الدي بي، وهذه لما نقلنا الدي واي غادي أصبح عندي بهذا الشكل ضربناها فيها. نديروا عملية التكامل لأن هذا عكس التفاضل هو التكامل، نديروا بس عملية التكامل، دي بي تكاملها بي، والدي في أو الدي واي تكاملها واي. مرات تكتبوا فيها بالشكل هذا، هنا حدود التكامل، حدود التكامل عوضنا بهم أنا فقط، ياريت اللي ناسي تكامل وتفاضل يراجع علي يعني. فقط هذه عملية التكامل اللي في الطرف هذا والتعويض حتعطيني هذا الطرف. طبعا في إشارة سالب هنا، إشارة السالب أصلا جاية من المعادلة اللي فوق هذه، من الأول معادلة من فوق الجزئية هذه، طبعا هذه المفروض تكون سالب، يعني لما وزعت أنا وزعت الأي هنا وهنا، وزعنا حتى الإشارة هذه حتكون سالب وهذه حتكون سالب، فالأولى درتها سالب والثانية كان في خطأ هنا درتها موجب لكن هي أصلا سالب، فلذلك في أنا عندي إشارة سالب. أوكي أرجو تصحيح السهوة هذه. هنا في إضافة أخرى عن ضغط الهواء، الجملة تقول إن for everyday situation، الوضع يعني دائما يحدث، إن يكون في عندي مثلا هنا swimming pool حوض سباحة ولا lake بحيرة ولا في المحيط أو كذا، في عندي سطح معرض للهواء، معرض للهواء هذا سطح معرض للهواء، يعني وكان حتى إناء مفتوح معرض للهواء، فإذا نحن نبغى الضغط عند النقطة هذه اللي يعني عمق إيش، اللي يعني عمق h، العمق اللي احنا قلنا ناخذوه من السطح الاعلى من بالنسبه لفوق، يعني هذا العمق اللي هو اتش، طبعا هو محول هنا بس الاتش وجايبها بالنسبه للارتفاع، الارتفاع هذا واي واحد وهذا واي اثنين، الفرق بينهم هو الاتش، الفرق بين هذه وهذا هذين اثنين الفرق بينهم اللي هو اتش العمق، طبعا مش بالشرط يعني احنا نستخدم الارتفاعات زي ما حكينا، نحن دائما نستخدم العمق يكون اسهل بس للفهم، يعني مرات تجي مسألة فيها ارتفاع وأي شيء مش ننتوهش عن المطلوب، لأن نبي الضغط عند النقطة من؟ عند النقطة بي، بالضغط عند النقطة من؟ عند النقطة بي اللي تقع على عمق اتش، شنو حتكون؟ احنا قلنا حتكون رو جي اتش، رو جي اتش حسب القانون، حسب المعادلة هذه اللي موجودة في صفحة 35 حسب المعادلة هذه، لكن هنضيفوا عليها حاجة اللي هو ضغط الهواء الجوي. ليش؟ لأن لو كان الإناء مفتوح أو نتكلموا على بحيرة أو نتكلموا على محيط أو على حوض سباحة مفتوح، ففي عندي هنا ضغط الهواء الجوي اللي هو لازم نضيفوه هنا، لازم نضيفوه هذه المعادلة، تمام؟ إذن هي رو جي اتش ضغط في داخل الموائع، لكن لازم نزيدوا عليه ضغط الهواء الجوي. خذوا توا مثال في أرقام عن الضغط في الموائع، المثال هذا صفحة 37، المثال يقول إن في عندي سطح، لكن سطح الماء في تانك هو 30 متر فوق فوق مصدر ماء يعني شيش ماء، فاست يعني شيش ماء بتاع كوجينا، أوكي يلي احسب الفرق في البراشر في الضغط بين المصدر المية شيش ماء هذه وسطح الماء في التانك. قال لي هنا اهمل لو كان في عندي ايش، لو كان في عندي بنت عندي انحناء او التواء يعني كأنه مستقيم. لاحظوا هنا هذه الرسمة، هذا كله ماء من التانك وهذا الانبوب معبي مية الى الشيش ما بتاع ايش بتاع الكوجينة، واحنا اهملنا يعني الانحناءات هذه بتاع البايب، بمعنى ان الشيش ما هنا هذا ارتفاعها، تمام، والليكويد السائل موجود أعلى منها بارتفاع 30 متر كله مليان بمية، يعني هذا البايبس هذينا جعب المية يعني، فهذه مسألة ضغط في الموائع. فنحن ايش حنديروا هنا؟ حنجو نكتبوا ف
فرق الضغط ويبي الديفرنس الفرق. لاحظوا انا حنعود على كلمة difference، يبي الفرق في الضغط يلي find the difference. هاي the difference، هذه difference، لحظة difference يعني الدلتا بي يبي. ففي عندنا هنا الدلتا بي رو جي اتش اللي هو الضغط في المواقع، مش هنستخدمه اف على اي، حطينا بس بدل الرو كثافة المية 1 في 10 أس 3 9.8 جاذبية، والارتفاع اللي هو 30 وضربنا ضرب عادي طبعا نيوتن على المتر المربع، نكتب أو نكتب باسكال. نجول الآن الموضوع اللي هو الاتموسفيريك براشر، ضغط الهواء الجوي. نحن عارفين إن الهواء عبارة عن مائع، فالموائع قلنا سوائل وغازات. الهواء هذا اللي موجود في الغلاف الجوي ارتفاع بالكيلومترات يسبب في ضغط نتيجة الوزن متاع الهواء. هو صحيح وزن خفيف، لكن لما يكون العمود الهواء كبير أو طويل فيعطيني وزن له تأثير. كم قيمة عمود الهواء هذا؟ أو بالأصح كم قيمة الضغط اللي يسبب عمود الهواء؟ هي هذه القيمة، هذه 1.013 × 10^5 متر على المتر المربع. فهذه القيمة لو حولنا نحن 10^3 هنا حتعطيني بالكيلو باسكال. هذه من الوحدات الأخرى اللي موجودة للضغط اللي هي البار، تمثل 1 في 10^5 نيوتن على المتر المربع، يعني الواحد بار يساوي 1 في 10^5 نيوتن على المتر المربع. هذه عشان التحويلات يعني. الآن نجول حاجة اسمها الجيج براشر اللي هي الضغط القياسي أو الضغط المعياري. الآن المعلومة المذكورة هنا أن مقاييس الضغط الأجهزة اللي يستخدم في قياس الضغط زي مثلا عجلة السيارة في زي العداد هكي لما تاخذوا يعني تعبوا العجلة هواء، في مقياس يقول لي أن المقياس هذا يعطي في الضغط اللي هو اللي داخل فقط العجلة، ضغط هواء العجلة، ما يخدش في الضغط المطلق. العجلة عليها ضغط الهواء الخارجي يضغط عليها وفي ضغط في الداخل. أيضا مثلا في معامل الكيمياء ولا في معامل في مصانع مثلا بتاعت تكرير النفط أو في حديد والصلب، الضغط اللي يقيسن فيه الأجهزة هو الضغط المعياري أو القياسي، مش الضغط الكلي المطلق. الضغط الكلي يسموه فيه الأبسولوت جيج، الضغط المطلق. لما ناخذ قراءة المقياس أنا نضيف عليه، هذه قراءة المقياس بي جي، لازم نقيس عليها، نزيد عليها عفوا الضغط الجوي، لازم نقيس عليها الضغط الجوي. الضغط الجوي من الثوابت، لا أظن أنه هو حفظ، لكن يعني من الأرقام المعروفة يفضل أنكم تعرفوها. فالقيمة متاع اللي نحن ذكرناها مبري شوية هنا فوق، هي القيمة متاع، أنا مسحت عشان يبان عليكم وين أنا نشير، هذه قيمة ضغط الهواء الجوي. فإذا يقول لي إذا كان عندي ضغط المسجل في داخل إطار سيارة 220 كيلو باسكال، انتبهوا كيلو باسكال، فإذا الضغط الكلي الأبسلوت حيكون إيش؟ لازم نزيد عليه الضغط الجوي بالكيلو باسكال، لأن هنا هذه بالكيلو باسكال 101، لو كان مش بالكيلو باسكال، باسكال العادي حنقول 101 في 10^3. أوكي يبدأ هذه لحظة فقط عملية هنا جمع، فطلعت 121. الموضوع هذا اللي هو البوينتي والأركيميدس برينسيبل، مبدأ برينسيبل، حنحطه في مقطع آخر. نهاية المقطع، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.